بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. وفي إطار مواصلة تقديم حصص مجانية في الجوجبرا، والهدف هو تعلم الجوجبرا وإدماجها في تدريس الرياضيات، سنتطرق في هذه الحصة إلى برمجية. من البرمجيات التي قمت سبق لي أن قمت بإنجازها، والهدف منها كما تلاحظون في العنوان هو إيجاد الشكل المختزل لعدد كسري مفروغ من الديكتيف دون فراكسيون. طبيعة الحال الجوجبرا لا نستعمله فقط في المجال الهندسي، كما سبق لي أن أشرت إلى ذلك في برمجيات سابقة، ولكن يمكننا كذلك استعماله في تقديم بعض المفاهيم في المجال العددي، وهذا مثال على ذلك. لتقديم هذه البرمجية سأحتاج إلى عددين بطبيعة الحال. العدد الأول سيمثل بالبسط، وهنا سنقوم بإدراج كيرسور. هذا الكيرسور هذا يعني اللي هو عبارة عن زالقة، وبالفرنسية أو بالإنجليزية نقول سلايدر، ستكون من النوع أونتيل بطبيعة الحال. يمكننا اختيار القيمة الدنوية وكذلك القيمة القصوية، لذلك يمكننا تغيير اسم هذا العدد الذي سيمثل البسط. يمكن كتابة مكان العدد مكان الحرف N، اكتبوا الحرف A. كذلك سأحتاج إلى عدد آخر يمثل المقام، سيكون كذلك من نوع أونتيل عدد صحيح. يمكن تغيير اسم إلى الاسم الذي اقترحه الجوجبرا هو N، يمكن تغييره إلى B. كذلك يمكنني اختيار القيمة الدنوية لهذا العدد والقيمة القصوية كذلك، لكن أحبذ أن أترك هذه القيم كما هي، ثم أضغط على OK. وهنا يمكننا التحكم في هذه القيم عبر زر الفأرة. يمكنني أن أغير قيم العدد A، وكذلك أن أغير القيم التي يمثلها العدد B. الآن نحتاج إلى كتابة الكسر A على B. لكتابة الكسر A على B سنقوم بإدراج نص من هنا، Text. سأضغط هنا ليظهر لي هذه النافذة عفوا، ومن خلالها يمكنني كتابة ما أشاء هنا. أريد كتابة كسر، ولهذا سأقوم باستعمال الأمر ديفراك، ومباشرة فراك بين لمتين حتى أكتب الوسط، وبين لمتين أخريتين حتى أكتب المقام. هنا لاحظوا إذا قمت بكتابة A و B سأحصل على كتابة التالية، سأحصل على A على B، يعني سأقوم باستعمال الحروف حرف A الذي يمثل البسط والحرف B الذي يمثل المقام. لكن ليس هذا هو الهدف، الهدف هو أن أخذ القيمة التي يحملها A والقيمة التي يحملها B، ولهذا سأقوم بمسح A وتعويضها B القيمة التي يأخذها A. يعني هنا سنكتب أو سنضغط على هذه القائمة، تبقين هذه القائمة أوبجي، ثم نختار A ونفعل نفس الشيء مع B. سأمسح تبير B، سأقوم بمسح تبير B، ومن هذه القائمة سأختار B. لاحظوا الآن حصلت على العدد الكسري 14 على 19. 14 هي القيمة التي يحملها A، و 19 هي القيمة التي يحملها B. ثم أضغط على OK. يمكنني تغيير حجم هذا النص طبيعة الحال حتى يظهر واضحا عبر الشاشة. لاحظوا مثلا عندما تكون A تساوي 14 و B تساوي 19 تحصل على الكسري 14 على 19. يمكنني تغيير قيمة A كما سبق لي نشرت، وكذلك يمكننا تغيير قيمة قيمة B ليحصل مثلا هنا على 15 على 11. الهدف قلنا هدف كما سبق لي أن أشرت هو اختزال هذا العدد الكسري إذا كان ذلك ممكنا، وإذا لم يكن ممكنا سنقوم بكتابة نص بجوار هذا العدد نقول فيه بأن هذا العدد غير قابل للاختزال، يعني c'est une forme irréductible ou bien c'est une fraction irréductible. ولهذا سأقوم بالضغط بالزر الأيمن للفأرة ثم أضغط على Edit، يعني سأقوم بمعالجة هذا النص وسأكتب بجواره نصا آخر أعبر فيه عن الأفكار التي قمت بسردها حالا. الفكرة تعتمد على قاسم مشترك أكبر بطبيعة الحال،
العددين أود. دونك هنا سأضغط على شوفيت حتى أتمكن من كتابة داخل هذا الصندوق، وأطلب من الجيوجبرا حساب PGCD ديال أود. دونك سي لو PGCD ديال العددين أود بي يساوي واحد، سيكتب لنا الجيوجبرا بأن العدد غير قابل للاختزال، وإذا كان الـ PGCD ديفيرون دو 1 سنقوم بالاختزال بطبيعة الحال. دونك سي PGCD دو اي بي إيكال 1 ألوغ شنو غادي نكتبو لو؟ سنكتب بأن هذا الكسر غدد، هذا الكسر هو عدد غير قابل للاختزال. دونك سي اون فراكسيون إيغيديكتيف. أخرى est une fraction irréductible. أما إذا كان ذلك ممكنا، إذا كانت عملية الاختزال ممكنة، فسنقوم بالاختزال. سأقوم بتغيير أو معالجة هذا النص مرة أخرى حتى أكمل البرمجية. دونك قلنا باللي إذا كان قاسم المشترك للي أو بي هو واحد، فإن هذا الكسر هو عدد غير قابل للاختزال. أما إذا كان العكس، دونك سينو ماذا سنفعل؟ سينو سنقسم العددين A و B، سنقسمهما معا على الـ PGCD دو A و PGCD دو A و B. دونك سأكتب هنا A، دونك ديفراك فراك A مقسوم على الـ PGCD دو AB، وسنضربه بطبيعة الحال تايمز يعني لا ملتوبليكاسيون، سنضربه في الـ PGCD دو AB ونقسم على ماذا؟ ونقسم على ماذا؟ كذلك بي مقسومة على PGCD دو A و B ملتبليي تايمز مضروب في PGCD دو A و B. ثم بطبيعة الحال نقوم بإغلاق هذه البرمجة. دونك لاحظوا معي ماذا سيحدث الآن. عندما نقوم باختيار عدد كسري قابل للاختزال مثلا 15 على 12، دونك لاحظوا هنا، دونك قد نسيت إضافة رمز التساوي، سأقوم بإضافته الآن. سأضيفه هنا تساوي. دونك لاحظوا حصلت على 5 في 3 مقسومة على 4 في 3، يمكنني أن أغير مرة أخرى. لاحظوا هنا مثلا 13 على 12 إتم فراكسيون إيريديكتيف، لكن عندما نقوم بمثلا 14 على 12 يمكن الاختزال بطبيعة هذا بطبيعة الحال هذا العدد. دونك 14 هي 7 في 2 و 12 هي 6 في 2. هنا أخذ مثال آخر، دونك 16 هي 4 في 4 و 12 هي 3 في 4 بطبيعة الحال. دونك هنا مثلا 17 على 12 هو عدد غير قابل للاختزال. دونك 14 مثلا 7 على 11 17 9 إلى آخره. دونك هنا يمكننا تغيير الأمثلة كيفما نريد. 5 على 15 مثلا تساوي 1 في 5 على 3 في 5، وعندما نختزل ب 5 سنحصل على 1 على 3. دونك هنا سأستمر في هذه العملية. دونك سأضيف رمز بطبيعة الحال رمز التساوي
donc تساوي ماذا؟ يساوي دفرك دفرك يعني سأحتاج إلى كسر. دونك A مقسوم على PGCD دو A و B، هذا سيمثلون على الوسط. ثم المقام، ماذا سنكتبه في المقام؟ دونك لاحظوا هنا عندما اختزل بخمس سأحصل على واحد، وبالنسبة للمقام ماذا سنكتب؟ سنكتب B مقسومة على PGCD دو A و B. وهكذا سنقول سنكون قد أنهينا هذه البرمجية، ويمكننا الآن تجريبها. يمكنني سحب طبيعة الحال دونك أوبجي فيكس، دونك هذا يمكن تثبيته على النص أوبجي فيكس، دونك يمكنني الآن تحريك هذا النص ستان أوبجي فيكس يعني ثابت. يمكن التغيير بطبيعة الحال مثلا 6 على 15، دونك 6 هي 2 في 3، 15 هي 5 في 3. بعد العملية ديال الاختزال سنحصل على 2 على 2 على 5. 11 على 15 سيت اون فراكسيون ايريديكتيف، دونك واحد النقص غير قابل للاختزال. 12 على 15 4 في 3 هي 12 بطبيعة الحال، 5 في 3 هي 15. بعد الاختزال ب 3 سنحصل على 4 على 5. مثلا 21 على 15 يمكن تغيير كذلك المقام. 21 على 11 سيت اون فراكسيون ايريديكتيبل، 21 على 10 كذلك. اما 21 على 9 فيمكن اختزالها، دونك 21 7 في 3 و 9 هي 3 في 3، ونحصل بعد الاختزال على العدد 7 على 3. دونك هنا يمكننا تحسين هذه البرمجية، وذلك عبر إضافة مجموعة من التقنيات الأخرى. مثلا يمكننا أن نطلب من التلميذ إدخال عدد A وإدخال عدد B. لفعل ذلك سنلجأ إلى شون دو تكست. دونك شون دو تكست يعني سأضغط هنا، سأطلب من التلميذ إدخال العدد A أو سأكتب له A تساوي، وأربط هذا النص بالعدد A. لاحظوا الآن دونك A تساوي 21، وأضغط مرة أخرى أكتب له B تساوي، وأربط هذا النص بالعدد B. الآن أصبح لدي مكان للكتابة بالنسبة للعدد A، مكان آخر للكتابة بالنسبة للعدد B. يمكنني الآن إخفاء وليس مسح، لن أقوم بمسح بطبيعة الحال، ولكن سأقوم بإخفاء هذه الزالقتين، دونك هاتين الزالقتين أو بالفرنسية لي دو كيغسور. الآن يمكن للتلميذ أن يدرج العدد الذي يريد هنا، دونك سأقوم بطبيعة الحال. دونك لاحظوا مثلا سأقوم بمسح العدد 21 وأدخل عدد آخر مثلا 56، دونك 56 إلى 9. كذلك هنا يمكنني أن أقوم بإدخال عدد آخر مثلا 18 و 16 مثلا، دونك 56 إلى 16. دونك 56 نعرف أنها تساوي 7 في 8، 16 هي 2 في 8، وبعد الاختزال بطبيعة الحال هنا ب 8 سنحصل على 7 على 7 على 2. هنا يمكننا إضافة بعض التقنيات الأخرى، وهنا يمكننا إضافة الأمر cancel. دونك cancel يعني سنقوم بإضافة علامة تبين بأننا قمنا بالاختزال للعدد 8 هنا. دونك سأقوم بإدراجها هنا بطبيعة الحال كانسل. لاحظوا معي وأقوم بإغلاقها هنا، كذلك أفعل هنا كانسل. وأقوم بإغلاق اللمة في هذا المكان. لاحظوا هنا عندما قمنا بالاختزال يعني سنقوم بالتشطيب على عدد 8 من الوسط وكذلك من المقام، فيتبقى لدينا العدد 7 على 2. يمكننا أن نأخذ مثالا آخر، دائما يمكنني
لوحة المفاتيح الخاصة بالويندوز هنا. دونك في المكان 56 يمكن أن أضع عدد آخر مثلا 14، وهنا مثلا سأضع F1 للوراء. دونك سأضع مكان عدد 16 يمكن أن أضع مثلا 28. دونك 14 إلى 28، دونك نعلم أن 14 تساوي 1 في 14 و 28 تساوي 2 في 14، وبعد الاختزال بالعدد بطبيعة الحال 14 تساوي 1 على 1 على 2. وإذا قمنا باختيار مثلا 14 على 15 تمام أو 13، فإن العدد بطبيعة الحال غير قابل للاختزال. دونك 14 على 13 هي فراكسيون إي إيريديكتيبل بطبيعة الحال. دونك هذه البرمجية نتمنى أن تستفيدوا منها، وعبرها وعبر هذه التقنيات التي قدمتها في هذا الفيديو يمكنكم التفكير في إنشاء برمجيات أخرى بتوظيف بطبيعة الحال هذه الأوامر. دونك شكرا لكم وإلى فرصة مقبلة بحول الله.